متسابقا مرحبا وسهلا، مرحبا بكم انا في البث المباشر مباشره من تطوان مع معتكف. اهلا وسهلا ومرحبا، عدنا من جديد. الموضوع طبعا اللي ما عاد يعجبش بزاف ديال الناس للاسف، هذا موضوع اللي في الحقيقه قبل لحظات تبعنا كاملين القرار اللي اتخذته فرنسا اللي عيد الاغلاق التام ابتداء من غدا ان شاء الله الجمعه، وقبل منها كانت ايطاليا. اذا مباشره من تطوان مع معتكف، بعد اغلاق فرنسا وايطاليا التام بسبب ارتفاع حالات اصابه بكورونا، هل المغرب ممكن يرجع للحجر الصحي؟ خاصة هناك أنباء تتحدث عن إغلاق مجموعة ديال الدول مع ظهور سلالة المتحورة الثالثة. يا ربي السلامة، ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي، بغينا ندوزوا هذا رمضان بخير وعلى خير، ولكن حسب بعض المصادر مجموعة ديال الدول اللي كتساعد كذلك الإغلاق التام، بعد ما بدأت إيطاليا الحجر الصحي الشامل والإغلاق التام، فرنسا كتعلن قبل لحظات انه ابتداء من غدا الجمعه عاد دير الاغلاق التام لمده شهر كامل. وهذا ما يؤكد للموس ان السلاله الثالثه، السلاله المتحوره الثالثه، انتشرت بقوه، وهذا الشيء هو اللي ما بغيناش في الحقيقه. اذا على اثر ذلك هذا نداء موجه لكل المغاربه، الله يخليكم مزيد من الحيطه والحذر، لان هذا الشيء ما كيبشرش بالخير. بغينا الدعوات ديالكم، بغينا نتغلبوا على هذه الجائحة، بغينا نرجعوا للحياة الطبيعية، ولكن الأهم هو أننا نسيروا هذه السيرورة اللي كتعيشها البلاد، لأن هذه السلالة المتحورة الثالثة لا قدر الله ما بغيناش تدخل المغرب، وبغينا نبقى محافظين على الإجراءات الاحترازية ديالنا، لأن هذا الشيء في الحقيقة راه صعيب. لماذا؟ أنتم كتلاحظوا عدد كبير ديال الدول، قبل لحظات فرنسا كتعلم بشكل رسمي ان ابتداء من غدا الجمعه تم الاغلاق الشامل. اذا عاجل، فرنسا تعلن الاغلاق التام لمده شهر في باريس ومناطق اخرى اعتبارا من الجمعه. اعلنت الحكومه الفرنسيه اليوم الخميس فرض اغلاق تام جديد لمده شهر في 16 مقاطعه فرنسيه من بينها باريس ومنطقتها اعتبارا من الجمعه، مع تفشي وباء كوفيد 19 اقترب حصيلته من عتبه 100,000 وفاه في البلاد. اذا انتم كتلاحظوا الدول متقدمه متسابله ومازال كتعيش الامرين مع هذه الجائحه. حسب فرانس بريس، فقد قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي صدر الاجراءات، يعني تفرض اجراءات جديده لجم الوباء بقوه اعتبارا من منتصف الليل الجمعه لمده 4 اسابيع، موضحا ان المدارس ستبقى مفتوحه. اذا هذا الموضوع ديال الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها فرنسا، القرار ديال الاغلاق التام في الحقيقه، هنا كنطرحوا اكثر من سؤال، واش ممكن المغرب يرجع للحجر الصحي؟ خاصه الكل كينتظر الان واش غتكون صلاه التراويح في شهر رمضان الابرك ام لا. طبعا قلناها في مباشر سابق ان واش ممكن دار صلاه التراويح كتعتبروها ما تشكلش خطر، ام اننا مازال كندقوا ناقوس الخطر ما دارش صلاه التراويح، لان غيكون عدد كبير ديال المصلين طبعا الكل تينتظر العوده للمساجد في صلاه التراويح. وإضافة إلى الناس الموسميين، إذا هنا ممكن لا قدر الله يوقع ما لم يكن في الحسبان. لماذا؟ لأن المساجد غتكون عمرة، هذا محشي في هذا، هذا متكي في هذا، هذا لاصق في هذا، وهذا الشيء صعيب لأن الأمور باقا ما صفاتش. هنا شهر 4 حنا على الأبواب، رمضان أسابيع معدودة فقط، اليوم 18 نعتبره 18 أنه انتهى، 19 ما بقيش بزاف رمضان. السؤال المطروح، واش من هنا البداية ديال رمضان ممكن نكونوا تجاوزنا مجموعة ديال الأمور؟ صعيب. المساجد باش تحل دار فيها صلاة التراويح، بصراحة أنا رأيي الشخصي ومجموعة ديال الآراء، مجموعة ديال الأصدقاء والزملاء اللي كنا كندردشوا هاد المساء، خلق صعيب. لماذا؟ لان ما عتكونش مسافه الامان وما يكونش تباعد، وعيكون كل شيء خصو ينزل المساجد بقوه نظرا لسنه، وحنا كننتظروا الناس كتنتظر، لان ما نساوش المده الاغلاق ديال المساجد بصفه عامه والجمعه، ومن بعد رجعت على
على الصلوات العادية والجمعة ما كيناش. إذا ملي كنشوفوا مجموعة ديال الدول تدق نقص الخطر، طبعا شي أخ هنا نور عفوا قالت العديد من الدول الأوروبية في اتجاه الإغلاق، أكيد أكيد. وهذا هو السؤال، راه ملي كنشوفوا مجموعة ديال الدول ماشية في هذا الاتجاه ديال الإغلاق تندق نقص الخطر، واش في شهر ديال التراويح ممكن لا قدر الله رجعوا شي امور اخرى؟ اكيد غيجي شي واحد يقول لك الطوبيسات عامرين، القهاوي عامرين، المطاعم عامرين، هذه ما فيهاش النقاش. ولكن المساحه ديال المساجد والاكتداد اللي تبارك الله تيكون والبشر فئات عمريه مختلفه غيكون شويه صعيب. طلب الله ما يتشدوش، ولكن على ضوء هذه القرارات اللي اتخذتها فرنسا وإيطاليا ومجموعة ديال الدول الأوروبية، هذا ما يؤكد من الموس أن الوضع الوبائي ماشي مستقر، وما عاد يمكنش طبعا دولة أنها تغامر ويرجع هادشي أزيرو. وحنا كنطلبوا الله في كل دقيقة وفي كل ثانية أننا ترجع الحياة الطبيعية، لأن عدد كبير ديال الناس اللي تضروا من هاد الجائحة، ولا قدر الله إذا الحسابات ما خرجوش راه يكون مشكل. إذا حنا باش وصلنا لهذا المستوى ديال تراجع الأرقام بهذا الإغلاق وبهذه الإجراءات، رغم أنه في الحقيقة كيتسهلات، باش نكون واضحين، يعني باش نكونوا واضحين، راه مابقاش ديك التزيير كما كان، طوبيس عامرين 75% مابقاش كتخذ بعين الإعتبار، خذ ما عطاك الله. ولكن هادشي ما كيعنيش ان راه حنا تجاوزنا المحنه ولا مرحله الخطر، لا، ممكن لا قدر الله يوقع اي حاجه اذا دائما متسبرا. احنا معكم في هاد الدردشه عبر شوارع الحرم البيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان، جوله ودردشه ليليه، هذا تحرق الضوء متريكولا ديال الرباط للاسف، حنا في البث المباشر طبعا مع العطلة المدرسية، كاين عدد ديال السيارات مختلف المدن المغربية متتبعينا، كما شفتوا كاين عدد كبير ديال الزوار اللي دخلوا لهاد المدينة ما كيحترموش قانون السير، وهذا مشكل. إذا دائما احنا معكم في هذه الجولة عبر شوارع الحرم البيضاء، هانتوما كتشوفوا الأجواء، بغينا آراءكم، بغينا تعليقاتكم. طبعا هادشي صعيب، انا ملي كنسمعوا الدول كتعلن بشكل رسمي العودة الحجر الصحي راه صعيب. لماذا؟ لان احنا ما مستعدينش نفسيا بدنيا ماديا اننا نرجعوا للحجر الشامل لا قدر الله. إذا كاملين خصنا نخرطوا في الروح الوطنية والمسؤولية باش نتغلبوا على هاد الجائحة، لأن بالفعل هاد الشيء راه صعيب. لماذا؟ لأن لبقينا هكا بتهور، طبعا للبعض ماشي ديال كل شيء، طبعا مجموعة ديال المدن اللي مشكورة على الانضباط ديالها، ولكن محسوبة على رؤساء الأصابع الساكنة ديالها. ولكن إذا بقينا ديك أش من كورونا في الأول كان راه كان مجموعة ديال النقاشات، كورونا راه هذا ستا فيروس خصنا نتعايشو معاه ونعرفو كيفاش نعيشو معاه، بحكم مازال الوفيات كتسجل حسب البلاغ ديال وزارة الصحة بشكل رسمي، بحكم أنه مازال الناس كيتسجلوا عدد ديال المصابين بشكل يومي، حالات التنفس الاصطناعي الاختراقي، حالات التنفس الاصطناعي الغير اختراقي، يعني كاين ناس بالمئات مازال كتصاب. الحمد لله انه كاين تراجع في الوفيات حسب البلاغ وزارة الصحة اليوم لثلاثة ديال الحالات فقط، جوج بالدار البيضاء وحالة بمراكش. إذا نتمناو الله يحفظنا ويحفظ بلادنا، آمين رب العالمين. بغينا الدعوات ديالكم، بغينا نتجاوزوا هاد المحنة في القريب العاجل، بغينا ترجع الحياة الطبيعية، بغينا
الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه، لان هذا الشيء راه طول وما خصناش يزيد يطول. هذا هو الاهم، هذا الشيء راه طول وما بغيناش يزيد يطول. اذا دائما متسابقا نشوف تفي احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحانوت البيضاء، ديال الاجواء الليليه. قولوا لنا مين كتابعونا وكيفاش داير الاجواء في المدن ديالكم، وشنو رايكم في هذا القرار اللي اتخذته السلطات الفرنسيه. اليوم ان الاغلاق غيبدا ابتداء من غدا ان شاء الله. طبعا الكل كينتظر العوده للحياه الطبيعيه، ولكن مزيد من الحيطه والحذر، مزيد من الحيطه والحذر، خاصه عدد كبير مجموعه ديال الدول الاوروبيه اللي غترجع للاغلاق، لان هذه السلاله المتحوره الثالثه تذوق ناقص الخطر وسريعه الانتشار. يعني ديك السرعه ديال الانتشار ديالها هو اللي ممكن لا قدر الله يسبب مشكل كبير في الصلاه ديال التراويح. لماذا؟ لان المساجد كتكون عامره. هو الان صراحه الان ما بقاوش الناس كيحترموا التعليمات داخل الفضاءات داخل المساجد. اذا باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحه راه خص نضبطوا انضباط رسمي، لان هذا الشيء تيأسف، هذا الشيء تيأسف. من التطوان دائما جوله ودردشه مع الحباب عبر الشوارع الحانوت البيضاء. هذه الاجواء قولوا لنا كيفاش عامله الاجواء في المدن ديالكم. للتذكير ان تماره او تازع عفوا كتعرف تساقطات مطريه في هذا الاثناء، مطار الخير كتعرفها مدينه تازه، وكاين حتى مياه كتغامر حي القدس، مطار الخير بحي تازه 15 دقيقه ديال الشتاء كتغرق الحي القدس. اذا نطلبوا الله الخير، نطلبوا الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، ومزيد من الحيطه والحذر. اذا من تطوان دائما احنا معكم في هذه الدردشه عبر الشوارع الحانوت البيضاء. دعوات ديالكم، واش كتنتظروا واش كتظنوا عفوا ان المغرب ممكن يرجع للحجر الصحي، خاصه بعد انتشار السلاله الثالثه من هذه السلاله المتحوره الثالثه؟ شوفوا سبحان الله الامور كيفاش تطورت، حتى شي واحد ما كان كيظن اننا ممكن ندوزوا اكثر من سنه فاكثر. اذا دائما احنا معكم في هذه الدردشه عبر الشوارع الحانوت البيضاء في هذه الاجواء الليليه الجميله. 14 درجه ديال الحراره، نتمنوا في القريب العاجل ترجع الحياه الطبيعيه والله يرفع علينا الوباء، ونتمنوا كذلك ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. لا ايمان فاطمه الزهراء، تحيه لكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. كما قلت في الاثناء امطار الخير قويه كتعرفها مدينه تازه وفيضان حي القدس، يعني ما كنهضرش على الفيضان بمفهوم الفيضان، ولكن المياه ديال امطار الخير كتعيق حركه السير حي القدس بتازه في هذه اللحظات. اذا على ضوء ذلك غادي نذكروا المتابعين ديال الاوفياء الله يخليكم مزيدنا الحيطه والحذر، وحنا مقبلين على شهر رمضان الابراك، بغينا ان شاء الله تكون الحياه رجعت للطبيعه ديالها، ولكن سبحان الله نطلب الله الخير. الاهم هو مسافه الامن والتباعد، لانه بصراحه كنلاحظوا بشكل يومي في ربع المملكه. طبعا انت اخي انت اختي اللي معنا في هذا البث المباشر راه يمكن لك تلاحظ ان الطوبيسات ملوء عن اخرها، ما كاين لا 75% ولا كاين 120%.
الفضاءات اذا الانسان هو دير الوقايه لراسو شفتي مكان فيه تبع فيه الزحام الانسان يدير التباعد، خاصه حنا مقبلين على فصل الربيع، فصل الربيع اللي فيه الناس اللي مرضين بالحساسيه ديال الربيع ديال لي بولون تيخلق لهم مشكل، هنا يمكن له يتخلط الحبيب النبي، ممكن اخو لا قدر الله تكون فيه الكوفيد مع هذيك العطيس اللي زي تصبر الحساسيه ديال الربيع ممكن تنتشر، وهذه السلاله الثالثه الخطيره وسيعه يعني سريعه الانتشار. من تطوان دائما من حي الصومال اتجاه مظله الحمام البيضاء، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه، نتمنوا تغلبوا على الجائحه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. نتمنوا نستقبلوا شهر رمضان ان شاء الله الابراك خالي من الفيروس، ولكن الطاف الهيه نتمنوا توقف معنا وترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. اذا متتبعين احنا دائما معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمام البيضاء من نفق ديال الطريق ديال شفشاون في اتجاه تطوان في اتجاه وسط المدينه. واش في نظركم بعد الاغلاق التام اللي علنت عليه فرنسا وايطاليا، بعد اغلاق فرنسا وايطاليا التام بسبب ارتفاع حالات اصابه كورونا، هل المغرب ممكن يرجع للحجر الصحي؟ امين يا رب العالمين، الله يرفع علينا هذا الوباء. واش في نظركم ممكن نرجعوا للحجر الصحي بسبب هذه السلسله المتحوره الثالثه، وسبب كذلك على ضوء ان فرنسا وايطاليا علنت بشكل رسمي العوده للحجر الصحي؟ طبعا فرنسا وايطاليا الاغلاق التام، ملي كنهضروا على الاغلاق التام راه كنستحضروا الاغلاق اللي كان عندنا حنا في المغرب، رغم ان حنا الحمد لله راه كان الناس كتخرج تسخر والاسواق مفتوحه، يعني هذا هو الاهم. انا القوت اليومي طبعا كان مشكل ديال العمل، لان مجموعه ديال المهن اللي بصراحه كلاو العصا، لي جاجونس فواياج الدرجه الاولى، قطاع الافراح والحفلات، مجموعه ديال المهن اللي مازال كتعاني لحد الساعه. اما قطاع الافراح والحفلات ناس ديال الموسيقى هم خدامين على العموم، الان امور يعني كاين تسهيل، خص الانسان عاود يحترم الامور، ولكن كاين مهن للاسف الله يحسن العون عانت بشكل كبير وكبير بزاف. من تطوان دائما تحياتي لكم، نتمنى الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، والله يشفي جميع المرضى سواء الكوفيد او غير الكوفيد، والله يرحم جميع اموات المسلمين، والله يرحم كذلك تا ضحايا ديال الكوفيد، لان عدد كبير ديال الوفيات في المغرب، اكثر من 8000 وفاه بسبب الكوفيد في العالم. طبعا كل دوله انتم كتشوفوا شحال من الالاف ديال الناس اللي مات بسبب الكورونا. الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. طبعا كاملين بيناتهم وحشنا الحياه الطبيعيه خاليه من هذا الفيروس اللعين اللي اربك الحسابات ديال مجموعه ديال الدول او العالم، ماشي مجموعه الحقيقه العالم. وحنا في المغرب الحمد لله اننا يعني بصراحه تعذبوا الناس، ولكن النتيجه كانت ايجابيه. كان ممكن لولا التعليمات الملكيه الساميه باغلاق الحدود لما كان المغرب ما كانش كان يكون في هذا التوقيت الان بهذه الارقام، كان يكون اكثر لا بالنسبه للوفيات ولا بالنسبه للمصاب، ولكن الحمد لله انه الحجر الصحي الاول الشامل على الطرق ديالو، رغم انه طول حنا هذا الشيء عندنا، ولكن الحمد لله على كل حال. نتمنوا في القارب العاجل ترجع المياه لمجاريها، وما نتفاجئوش بشي حاجه ماشي هي هذيك، لان عينه ملي كنقول عينه راه كلشي عيا، كلشي عيا، الشعب، الاداره، السلطات الامنيه، جميع التشكيلات ديالها،
طبعا هذا الشيء راه صعيب، هذا فيروس صعيب، ولكن نطلب الله، نطلب الله الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء. وصلنا معكم للحمامة البيضاء، شعار سيطوان، السلم والسلام والأمن والأمان. نتمنى إن شاء الله في القارب العاجل، ولكن مزيد من الحيطة والحذر. لماذا؟ لأن هذه الدول الأوروبية طبعا اللي عندها أطقم طبية وشبه طبية وعديد ديال المستشفيات والطاقة الاستيعابية، كتم الإغلاق الآن، إغلاق الشامل. لماذا؟ تفاديا لأي طارئ قد يحدث. مستمعينا شكرا لكم على تفاعل التعليقات، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. كان معكم معتكف كالعادة، أما يلقاكم بخير في مباشر آخر غدا إن شاء الله صباحا. دعوات ديالكم، الله يشفي الجميع، الله يرحم ضحايا الكوفيد. تصبحوا على خير، إلى اللقاء.